صحيحة انك تمشي تلقى لحمة فاكرو ولا لا 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 لا, لا, لا لازمك تاكل دواء عربي تشرب له درا شنو راهم هذوما الكل ما همش في ما قريتو ما قريتو لا حد سمعتهم ما قريتش ما قروا لي شي ما نطبقوش وما ننصحش به وما نسمعوش ما حبيت اقول ما دوم الدول العربي قالوا لي عندي عذر موطن نمشي ناكل هاكم هذا راه ما ثمنش منه ينجم كان يأزم الامور شكون اقوى من الشركات و اقوى من العالم مش يكون اقوى من العالم ما هو كان مكان فيه فايده راه من قبل يعني قالوا لي ليسونس والغاز والريت اذا كان كريت الانواع اللي اغرب حاجه سمعتها شنو اغرب حاجه سمعتها شنو دكتور المازوت والمريض خلوا المريض بالمازوت المريض تخلى بيت العمليه واكدنا خاطر الوقت نحكيو على الكونتينوس معناها حتى السفنكتير اكسترن نلقاه مضروب كاد المريض هذا انه ما عادش يتحكم في تطهير المادة ودهن بالمازوت اي بالمازوت